حتى هذا نزل في الاسواق وعدم هم راح ما يقبل غضب.
test chegou ali. Eu vou fazer isso. Quem de positive? هم فعلا positive. دول منهم كم من نيجاتيف وهم للاسف بوزيتيف؟ قال لي بوزيتيف في قاطعه شلون قاطعه افق العمود قال لي بوزيتيف وهم نيجاتيف صاروا قال لي فعلا ما بيهم وهم فعلا ما بيهم هذا الخط العمودي يمثل كل المرضى فهنا نفسهم سميناهم تسميه ثانيه سميناهم البريفيلنس هذول يمثلون البريفيلنس اليوم بمحصل شيء مثلون هذا الخط العمودي شيء مثل النون ديزيز او نون سالم وسالم بغض النظر الكيس اثبتها انتباها نرجع الى سؤال دول الالف فوق ال 55 سنه يدخلون What is the likelihood that person with positive test or sailor will actually have the disease? اني كاتب لكم اياها بس يجوز بالامتحان ما اوضح لك زايد واقول لك اللي تروح بوزيتيف بس اكتب لك شنو احتماليه الشخص يطلع بوزيتيف وهو بوزيتيف او اقول لك جد قبل ترو بوزيتيف يعني هاي امور عادي ويصير بالحكي تغيير اذا شاري شنو المطلوب مالك؟ الترو وين ذا بريفلنس؟ ايش قد البريفلنس؟ 25% از 25% شو تمثل ال 25%؟ All disease احسنت احنا قلنا البريفلنس هو all disease بما انه انا عينتي 1000 25% من ال 1000 شو تمثل؟ 250 وين مكانه ال 250؟ all disease بريفلنس all disease بعد خلينا نشوف المعطيات افترض السنسيتيفيتي سبيسيفيسيتي 90% على التوائم هسه نجي للسنسيتيف 80% سنسيتيف شنو معناه؟ 100 واحد ترو بس انا كيف لا هسه بس اريد 80% بوزيتيف يعني شنو اريد اي ما اريد واحد يحكي من مكانه اي شنو؟ نرجع سنسيتيفيتي 80 واحد سويته يطلع ترو بوزيتيف يعني تشخيص صحيح 80 واحد لو 80% يعني انا العينه مالتي الف مو ما جاي اسولف على الالف ترى جاي اسولف البريفلنس 250 دول ال 250 بس قدر من عندهم يشخص 80% يثبت عليهم الاصابه هم فعلا مصابين هم ال 250 كلهم مصابين لكن هو ما قدر يطلع لي 250 مصابين قدر يقول لي 200 واحد فقط من 250 مصابين فاذا هذا يمثل اذا الترو بوزيتيف شو يمثل لنا؟ اذا ايش بقنا؟ 50 شنو هذول ال 50؟ مصابين بس هو للاسف مو مضبوط كيف اللي ما بيجي اللي راح يعيشون مرحلة البوست الاحتفال الطلاعي اللي راح يعيش حياته هو حتى ان شاء الله رياض البوست زين بعد خلينا نشوف المعطيات السبيسيفيسيتي 90% شنو معناها؟
شنو معناها من جانب البنات؟ شنو شنو يعني؟ زين هسه احنا هنكمل جدول. لما هذه ألف الهيمولوبينس 250 الاول ديزيز الهيمولوبينس ديزيز ايش كيف؟ 100. انت ايش قال لي؟ ما اقدر كلهم يقول لي 750 كل شيء ما بيهم. انت اذا بس 90% من ال 750 قال اذا هذا صدق ما بيهم شو تمثل؟ تمثل 605 ذولا شنو هم؟ ترو نيجاتيف هم فعلا ما عندهم وجدتين مؤكد لي عدم الاصابه. إذا صار توقع حال هذا الشيء يتحقق. هسه من يكتمل الجدول كل الفحول مليانه اجيب البوزيتيف كلهم 255 النيجاتيف كلهم 725. هسه بعد اي مطلب من بين يكمل اي مطلب يريد للبدايه احنا بدنا تروبوزيتيف. هاي تروبوزيتيف احنا ما معناها مو شيء روبوزيتيف استنتجناها قبل من الجسم 2 باي 2 تيبل هو هذا رسمنا اياه 2 باي 2 تيبل اذا قال ديزيز بوزيتيف نيجاتيف من حيث التيست بوزيتيف نيجاتيف كان نخلي للتوتال خلينا هذا اللي تكتبه واحد يقدر تاخذ درجه عليه يعني عبرت النص بين قوسين تقدر تطلع على الظنيات الدور شوي البوزيتيف بروجكت فاليو نيجاتيف بروجكت فاليو. هسه نجي شنو هو قانون هسه منو؟ من اسمه احنا قلنا هو بوزيتيف كله بوزيتيف احنا اذا ذكرتينا قلنا كله بوزيتيف يسولف بالبوزيتيف على شنو؟ من اسمه ايش؟ خلنا خطين جوا البوزيتيف كلها بوزيتيف او النيجاتيف نيجاتيف بريدكتيف فاليو. انا سلبي انا انسان سلبي جيبوا لي بس السلبيين من وياي ترو نيجاتيف هذا ترو نيجاتيف لا فولس نيجاتيف. انا انسان ايجابي عاشر الايجابيين انا انسان سلبي عاشر السلبيين وهكذا. انا اكيورسي ادور الشيء مضبوط اعطوني بس اللي ترو لقي لي فولس الخطا اللي تجيبي انا دقيق في ناس تقول لي خطا او خطا احكي لي بس اللي تروات امشي امشي مضبوط. اذا صار عندك بعد نرجع الى هذا ويساوي بروبوزيتيف هذا 100 اوكي 100 اوكي وهكذا بعد ارقام وهذا بالمقابل نفس الشيء ترانسفورمت 100 95 على 100 100 وهم طلع الى رقم معين وهكذا. انا يعني من توصل لهاي الخطوه بعد اهتم بالنادي ما اهتم بالنادي بس اهم شيء انت ماشي صحيح ساينتفك اكيورسي سولف لين دور دقه اللي هم ترو بوزيتيف زائد ترو نيجاتيف على على او وبالتالي لو شيء مثل نعم مية كيف مية على الألف يطلع. هسه لحد الآن سؤال استفسار خطوة ما راح نركز فيها ما سمع تعال مش كنت الصوت شوية هدوء حتى الكل يقدر يسمع. نيو
هسه السؤال الثاني حتى نخلي الموضوع بس شوي استراحه. السؤال الثاني 100 healthy kids يعني من قلنا healthy ايش تستنتج؟ نون ديزيز يعني انا دولة موثق الجيامهم دولة نون ديزيز ثلاثة ها فولس بوزيتيف على تيست اللي هو ستربتوكوكال فارنجايتس تيست هذا تيست اجابة مسحة للبلعوم ويقول لي هذا بوزيتيف نون ديزيز نقول دولة اطفال روضة اطفال مدرسة وعجبني تطلب هذا الشيء من ستربتوكوكال فارنجايتس جبت التيست دول المية من قلت هيلثي يعني أني متأكد منهم التيست قديم هو الأصل هو الرفرنس جبت التيست الجديد حتى أقارن كفاءته وهي تيست القديم اللي هو أنا مفترض صحيح واشتغل بيه سنين وما عندي مشكلة حتى إذا هذا الجديد طلع مضبوط ليش تيست القديم شوية مكثف وبي سايد افكت وبي مشاكل أبي أكنسل اشتغل بالتيست الجديد وتوفر ومركب وسهل وبين مواصفات السكرين التيست جيب على سنبل على سيب على هاي السوالف اذا توفرت في هاي المواصفات اعتمد تمسك به اذا هسه انا عندي 100 هيلث وين مكان الجدول؟ لحد الآن عندنا وايل بدا مقطع جديد من السؤال خلينا نجي للمطلب الأول اللي يخص الفرق الأول اللي يخص السيناريو الأول ريد سبيسيفيسيتي سبيسيفيسيتي شنو مالتها ردوا لي ترو نيجاتيف على ترو نيجاتيف زائد ويساعد 97 على 100 97 بالمية هذا شنو؟ بالسبيسيفيسيتي فشنو رايكم يا عالي زينة؟ زينة؟ بس ال 97 هو البروبابيلتس؟ لا أنا هيلثي في البداية أنا هيلثي نون ديزيز مو ديزيز 100 هيلثي 100 هيلثي شلون أنا أعرفهم هيلثي؟ سيز فاكتور سوي أول إمس بعدين ذولي هيلثي أمن منهم ذولي 100 يمي كان هذا يمي بعد ذولي يمي إن شاء الله تكون 100 كل شيء ما بيهم
جيبي ثاني تيست ورا يومين عم مكيف الان هذا التيست ما تشوفه تذكر كله ما طلعهم هيلث مثل ما قلت ما طلعهم كلهم هيلث طلع لي 97 هيلثي وفي التمنت لا طلع ليهم خطا وزن لمجنون هاي لا فاذا هو قابليه النفي للتيست اللي انا جايبه مالتي 97% قابليه النفي يعني سبيسيفيسيتي هذا خلص المقطع الاول وايد 90% بريفلنس اوف اذر مين ايش بيهم دول المين انفكتد زين بس هو ايش قال لي؟ قال لي 90% بريفلنس من دول الانفكتد يعني صارت عندي مو المية كلها انفكتد هو دول جايبهم المية شاك فيهم بس اجت حكايه غلبت على حكايه اللي هو 90% بريفلنس من دول المية فهاي الحكاية أبديها على هاي الحكاية هاي جاي حقيقة لا هاي اثنين هذا بي فرعين سيناريو الأول قلت وايل بينما سيناريو ثاني يعني ذولا أوكي أنا ما أخذ من هذا الصف رحت الصف جديد ذولا ما أخذ من هاي المدرسة رحت المدرسة كبار مية مفترضين انفكتد مفترضين بس هو اجت معلومه بديتها على هاي الحكايه يمكن 90% ترى هذول مو كلهم انفكتد جاني خبر اكثر اكد لي اذا فقط 90 شي ما تقول هذول 90 90 وهذا تيستي انا اللي هم جايبه وزامه طبيب ايش قال لي؟ قال لي هذول 90 بس 45 ترى عندهم إذا ما قدر ينفي أصابع عنهم 45 آخرين هم 90 بس 45 بس نصهم قال لي بيهم صدق إذا أجي سيستمتي اليوم المجنون تقريبا 90% مصابين اليوم.
أنا committed. معلومة ثانية هي 90% confidence يعني 90%. لا ما احنا سولفنا عين بنات شباب هذه ما لها علاقة بهذا. هاي عينا وسويت لهم تيست وكملت منهم وايل بديت لا تبطي عينا بعين انا هسه دققت يمكم سكرين التيست ورحت تديش القاعه ما لكم علاقه بتديش القاعه هاي خلصت خلصت مالت المعطيات وهاي رحت من هناك بلشت من جديد واضح هاي هنا سيناريوهات اثنين فاصلين بكلمه وايل ذول المئه هيك طلع لي بالتيست مالتي رحت لشغله ثانيه ذول المئه 90% بالبدايه كذا طبعا هذا واحد فرق بينهم اي وبي بس مجاز بالسيناريو بس بالفصلات بالاسئله اللي عندي بعد سؤال استفسار اوه 10 و 5 هسه اذا شنو رايك؟ سووا سكرينينج تيست للرير ديزيز؟ سولفنا هذا مال واحد بالبصره زي واحد خلفي أشك فاصل الجو هو رياض عن الحاصل وهذه تخليك أصلي وينفت ويتعبنا الأبيض حتى لا عندي شيء أفور دبل تيب حتى عندي تيست موجود وهذه هاي راح أحصل وناس وتفكر وياي وتاخذ أي ناس بعدين إذا رير ديزيز ما دور من سكرين هو من قصدي من كذي لا أبي مرتبطة عالية لا متعب الناس لا مخربها لا مخربط الوضعية لا مأثر على النظام الصحي موت الكورونا كان اروح ادور عليها لان تعبنا وضحيات واشياء تعجلت. اوكي. فاذا البروفيلنس مال ديزيز مهم بالسكرينينج طبعا. اذا مو يعني انا اذا ما ادري بالعراق السكر عالي سواء برامج السكرينينج وقام يجي فحص السكر. بينما سنعيد فحص مال ايدز بالعراق لا مثلا مجتمعنا محافظ واسلامي وما عنده شو كذا طلع على ايدز ولا طلع الواحد بالعراق شريط منه طبعا. وحتى الانكوبيشن بريد طويله. 25 سنة تطلع عليها الجواب فإذا بالشيء يعني يسوى بالشيء تعبنا تنتشر في المجتمع أوكي شنو رأيكم؟ شورت هابي لايف ولا لونج ميزرابل لايف؟ شورت هابي لايف ايش قد يعني شورت؟ يعني 30 سنة وتموت بس هسه أعطيك كامل الصلاحيات يا أخوي 30 كامل لو 60 سنة بالفقر موجود الحربان الدفع برا يا أستاذ والإيجار موجودة في الحرمان يريد الإيجار والمصيف بس أنا عايش في السنة أيها هسه ماكو أفاضل استفسار